خلونا بس دلوقتي نروح بقى الى، انتوا فاكرين في فيلم الليمبي وخلت فرنسا لما قعد تقول له يا ابني تعمل المشروع عجل في شرم الشيخ؟ قالت له يا ليمبي اسمع كلامي، بيكسب ذهب. النهارده فوجئنا برضو في السيسي، فاجئنا والزهر يعني اجر كل عجل بتاع خلت فرنسا وكل العجلاتيه هناك. فجاه النهارده ادي مارسون اللي عبده السيسي في شرم الشيخ. وبرضو السؤال، هو كميه العجل دي كلها جت منين يا عماد؟ لا ما بص، اولا لابس خلت فرنسا، لابس كاب ده يظهر اجل عجل بتاع. اولا بص الكاب الجديد ده ما شاء الله، الراجل برضه يطلع بحاجه. طبعا اللي وراه ده شوف عاملين فرق، طبعا اللي وراه ده كله اللي قدامه واللي وراه الحرس. شوف بينه وبين الناس قد ايه، دول كلهم وراه، دول الحرس الشخص اللي جايب بنت حواليه خالص. عايز بس اقول لكم يا جماعه، لما تفتح الصوره اتفرجوا على 5000 عجله، والعجله دي زي ما انتم عارفين، انتم ناس بتنزل تشتروا. انا سالت الحقيقه قالوا لي انها بتبدا من 2000 جنيه العجله دي، من 2000 جنيه. فانت حضرتك لو حسبت ال 5000 عجله دول بتوع الماراثون هيطلعوا 10 مليون بس جبنا بيهم عجل. 10 مليون جنيه جبنا بيهم عجل عشان لقطه. 10 مليون جنيه جبنا بيهم عجل. قلتم ولا اكرر الكلام تاني؟ 10 مليون جنيه جبنا بيهم عجل عشان الفتاح السيسي. ايه ما اشتراش يا عماد، اجرهم من خلت فرنسا. خلت فرنسا يظهر كانت عامله يعني اجرهم، تقول انت شراهم يعني. بصراحه والله العظيم ما الاقي كلام. لا الراجل اللي امبارح لسه بيقول لكم ما تاكلوش بطاطس، موتوا بالجوع، الاوطان ما بتدينيش كده، بيشتري ب 10 مليون عجل عشان ايه؟ عشان نص ساعة يخرب بيت ام. دي تاسع مرة، عشان نص ساعة. انا هعد بس، دي تاسع مرة، دي عشان بقى العداد يبقى ماشي معانا، دي تاسع مرة عبد الفتاح السيسي يركب فيها عجل. ما شفتش رئيس في الدنيا، في الدنيا بيعمل كده. قلنا الرسالة بتحصل مرة واحدة، لكن ده واضح انه عنده عقدة. ابوه ما جابلوش عجلة صغيرة ولا حاجة، عنده عقدة من الكريستالة ومن العجلة. عنده مرة واحدة عجلة. انت والله عبد الرحمن انت عجلة. عارف انت الفيلم بتاع خلت فرنسا اللي انت جبته ده، لو جاء عبد الرحمن جاب لنا المشهد وهي خلت فرنسا معلقة الواد الصغير او حتى الشبشب اللي خد الشبشب براحه. انت نسيت تاكل عبد الرحمن؟ انت نسيت تشرب؟ هو غالبا هو ده، هو عبد الرحمن كانت متعلق كده جنب البتاع، لانه مش ممكن تسع مرات يركب عجل. ما خلاص يا عم، ام العجل ده و10 مليون عجل، وانت بتقول للناس ما تاكلوش بطاطس ولا ما تاكلوش مش عارف ايه. انا بس نفسي حد من اللي كانوا حاضرين صحفيين يقول لنا بس ال 5000 عجله دول اللي تكلفوا 10 مليون جنيه ده بالميت يعني، جم منين؟ اشتروهم بكام؟ فاتورتهم كام؟ ليه؟ عشان يطلع نص ساعة عبده السيسي يركب العجلة قدام الايه؟ بتاع اللي هم حاضرين المنتدى الشعبي العالمي، ويتصور نص ساعة. نص ساعة تهدر فيها 10 مليون جنيه، وبيكلمك عن البطاطس والطماطم والفول والدنيا. هذا البني آدم، انا طبعا انا ما اعرفش، مش عايز اربط بينه وبين العجلة. عماد بيقول لك عنده عقدة نفسية وهو صغير كان نفسه اكيد العجلة، الله اعلم. بس انا بيروح تفكيري تاني، تفكير وحش مش عايز اقول عليه. انما ايه ربط احمد عطوان، ايه ربطه صحيح يعني، نقول ايه ربطه بالعجله؟ احمد عطوان صحيح، ايه ربطه بالعجله؟ ان يربط نفسه عبده السيسي بموضوع العجله ده ربط سيء جدا في الحقيقه. انا مش هقول يا ابراهيم انت تقول عليها عشان في حاجات تعاقب لها القانون، انما هو ده للاسف عبده السيسي. شوفوا كميه البذخ. طب بالله عليكم، المؤتمر اللي جه ده ال 5000 ده، حد صحفي حتى الان يقول لنا كم كلف ميزانيه الدوله؟ الدوله الفقيره قوي، الغلبانه قوي، لو كان في بند واحد اللي هو بند العجل ده 10 مليون جنيه عشان نص ساعه. كم تكلف الفنادق؟ تكلف والاقامات. وعلى فكره كل الشباب اللي هم جايين طبعا كاتبين، احنا قرينا لبعض الشباب اللي هم جايين حاضرين المؤتمر، قال لك الاقامه، تذاكر الطيران، بوكيت ماني، كله على حسابك يا مصر، على حساب شعب مصر مقهور، على حساب شعب مصر الفقير، على حساب شعب مصر الفقير وعلى حساب حاجات تانية. بس خلوني انفض النهارده المولد بتاع فتاح السيسي. والله برضه لما بيطلع بحاجات زي كده اهو برضه بيبسطنا شويه، بيخفف عننا شويه. اي نعم دي الكوميديا السوداء اللي انتم بتسمعوا عنها كتير، اللي هو فكره انك تضحك بس بتتقطع من جوه، بس اهو بيدخل علينا البسمه. يقول لك ما تاكلش ونبني الدوله، يقول لك عايزين نبني. امبارح على فكره معلش احمد قال لي احسب الفصل بكام؟ 130 مليار جنيه عشان نبني 240 فصل. الفصل ب 500 الفصل
ب 520 ألف جنيه الفصل، مش المدرسة، الفصل الواحد حسب عبد الفتاح السيسي حسب كلامه نص مليون. وأنا ياخد كلامك على إنك أنت يعني ده أنت رئيس دولة، يا كلامك بقى مظبوط يا إما بتهرتب زي وزير التعليم. الفصل بنص مليون، الفصل ب 520 ألف جنيه الفصل الأوضة بتتكلم. أجيب لكم أبو حلموس ليه؟ ده دهنينها لبن زبادي مربى التفاح. الفصل ب 25 ألف. طب يا عم على حساباته، على حساباته دي ما كانش جاب العجل كان بلال 20 فصل تخيل. لا بس كان بلال 20 فصل بدل العجل ده. لا معلش، ما هو العجل ده بقى ان شاء الله بعد ما يخلص هنوزعه على المدارس.